جديد هذه الدورة. ما دمتم تسألون عن الجديد فإننا نبني الدورة الثانية على نجاحات الدورة الأولى، ونجاحات الدورة الأولى تنبني على حسن اختيار الشركاء ومساهماتهم. وهنا بطبيعة الحال المجلس الجامعي لأكادير، جهة سويس ماسا، وزارة الثقافة، السلطات المحلية، السلطات الأمنية، كل المجتمع المدني بطبيعة الحال قبل كل شيء، قبل وبعد كل شيء، لأنه هو الرافد الأساسي لهذا المولود الثقافي. نحن نتوق إلى أن نجعل من الدورة الثانية إن شاء الله وبفضل تضافر جهود الجميع دورة متميزة، لا كميا، ليس كميا فقط، بل وبالأحرى شكلا ومضمونا. بطبيعة الحال هناك مثلا من جملة مطامح الرقي الجانب العلمي، هناك ندوة علمية يحضرها على غير السنة الماضية بطبيعة الحال، ولكن أسماء أخرى جديدة، مهتمون بل متخصصون في التراث الكرنفالي في أبهى حلله في أوروبا وفي الغرب، ومعترف لهم بقدراتهم وبإمكانياتهم في هذا الموضوع. هناك كذلك مشاركة من حيث تجديد، مشاركة فرق أفريقية، أربع فرق أفريقية ستشارك وستغني هذا التراث، ليس فقط من حيث الاستعراض ولكن حتى من حيث تنشيط بعض الفضاءات العمومية بأكادير، خصوصا وأننا نقيم كرنفال بيلمون، كرنفال الدولي لأكادير، نقيمه ليلة تنظيم تيميتال. شكرا.